طيب دكتور ياسر، يعني كيف يمكن أن نقرأ المشهد من الناحية السياسية، وكيف يؤثر هذا الإضراب سياسيا برأيك؟ ربما من الصعب أن نرصد التأثيرات السياسية حاليا، لكن الأكيد أنه سيكون هناك تأثيرات، لأن نجاح المنتجين وكبار شركات الإنتاج السينمائي وأيضا منصات والتحول الرقمي في احتواء مثل هذه الأزمة سيحسب لصالح الإدارة الأمريكية على سبيل المثال، خصوصا أن هناك اهتزازا في الفترة الحالية مع ضغوط قوية تتعلق بأن الانتخابات الرئاسة الأمريكية والسباق إلى البيت الأبيض واستغلال ثغرات عدم معالجة بعض الملفات ربما يحسب ضد الموجود في البيت الأبيض الرئيس جو بايدن، خصوصا في ظل الضغوط عليه أيضا من جانب التحقيقات في الكونغرس. أعتقد أنه مهم للغاية احتواء هذا الملف، وأعتقد أنه من المهم أيضا أن تعود دورة الإنتاج والعمل سواء في المنصات أو شركات الإنتاج السينمائي، لأن هذا أيضا يتعلق برأس المال ويتعلق أيضا بدورة رأس المال في الولايات المتحدة. وبالتالي يعني هل المتوقع من هذا الإضراب في ظل هذا التوقيت، لأن له دلالة بالطبع مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما المتوقع إذن؟ هل سينتهي هذا الإضراب أم ستكون الحلول مؤقتة غير فعالة برأيك؟ في الوقت الراهن أنا عندي يقين بأنه سيتم التطبيق وسيتم الموافقة والتصويت عليه. نعم ننتظر إلى بضعة أيام من الثاني إلى السادس من أكتوبر المقبل، لكن سيتم الموافقة عليه. لكن يبقى التحدي الأهم، هل ستكون المفاوضات بمثل هذه السهولة مع الممثلين في هوليوود ونقابة ساج أفترا القائمة على الممثلين أيضا؟ هذا أمر ربما ما الفرق بين الكتاب والممثلين برأيك؟ لأن المسألة ليس فقط الآن في طي الكتابة، وإنما أيضا الحصول على نفس المكتسبات سواء بالنسبة لاستخدام وتوظيف الصور والوجوه والأعمال والحفاظ على مكتسبات الممثلين. ونقابة ساج أفترا نقابة قوية ومؤثرة ويؤيدها عدد كبير، روبرت دينيرو وعدد كبير من الممثلين الأمريكيين الكبار يؤيدون النقابة، وأعتقد أن المفاوضات ستكون صعبة لكنها ممكنة. المهم في الوقت الحالي أنه سيكون هناك اتفاق ليكن مبدئيا حتى مع إقراره على خطوات المستقبل وتحسس وتلمس خطوات المستقبل، وهذا هو المهم الآن في ظل التحديات من ناحية وجود منصات وتطبيقات كما ذكر زملاء الأفاضل في هذه الحلقة، من ناحية الأجور المتسقة مع حجم نجاح أي عمل أو منصة أو إنتاج، من ناحية ثالثة متعلقة بالتعامل مع المستقبل في مسألة الذكاء الاصطناعي وتوظيف إبداعات الكتاب أو إبداعات الممثلين في الفترة المقبلة وتغذية الروبوتات. على ذكر الإبداع وهذه نقطة هامة.